أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكل من انضم معنا في هذه الفقرة. نستعرض المشاريع النوعية التي تقدمها جمعية خيركم. جمعية خيركم لم تكتفي أن تقدم خدماتها في تعليم القرآن الكريم في المساجد وفي الحلقات فقط، بل توسعت وانتشرت وحققت كل ما تستطيع بهذا الهدف أن تنتشر إليه سبيلة. اليوم نحن مع مشروع نوعي، مشروع اتلوها صح. يسرنا أن يكون معنا الأستاذ عبد النعمان، مشرف تطبيق اتلوها صح. حياك الله استاذ عبدو. مرحبا بك بسادة المشاهدين. يا هلا مرحبا. ونحن يمكن بداية من ساعة ما ذكرنا تطبيق اتلوها صح فنحن نتكلم في جانب التقنية. لو عرفتنا استاذ عبدو والمشاهدين الكرام فكرة تطبيق اتلوها صح. طبعا تطبيق اتلوها صح احد مشاريع جمعية تحفيظ القرآن الكريم جدا خيركم، وتطبيق فكرته في الأساس هو عبارة عن تطبيق على الأجهزة الذكية. يقوم المستفيد أو بإرسال التلاوة وتسجيلها صوتيا وإرسالها للمعلمين، ثم بعد ذلك يأتي الرد لهذا المستفيد، ويتم هذا كله يعني باستخدام جواله أو باستخدام أجهزة ذكية. طيب إيش الهدف اللي خلاكم يعني تنشئوا هذا التطبيق وتكونوا لجمهور جمعية خيركم؟ طبعا هناك أهداف وضعتها الجمعية لهذا المشروع. أبرز هذه الأهداف هو تسهيل تلاوة القرآن الكريم لجميع شرائح المجتمع ولفئات يندر فيها وجود معلمين القرآن الكريم مثل الأقليات المسلمة وبعض البلدان الإسلامية. كذلك من أهداف اللي وضعتها الجمعية في هذا التطبيق هو تسهيل تصحيح تلاوة القرآن الكريم لتسهيل تلاوة القرآن الكريم في أي وقت وأي مكان وأي زمان. جميل. فتستطيع أن ترسل تلاوتك في الليل أو في النهار ثم يأتيك الرد بإذن الله عز وجل. من الأشياء كذلك اللي تهدف إليها هذا التطبيق هو تحقيق خيرية في تعليم القرآن الكريم. تحقيق خيرية في تعليم القرآن الكريم، وهذا تحقيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب كم عمر التطبيق هذا تقريبا سيد عبدو؟ عمر التطبيق قراوة يعني كان ابتداء المشروع في التفكير فيه في 1433، ثم بعد ذلك يسر الله عز وجل ودشن وانطلق في 1434 في شهر رمضان. طيب الفترة هذه كيف كان لكم قياس الأثر؟ الناس اللي شاركت معاكم كيف وجدتم الإقبال على التطبيق، تصحيح التلاوة الدائمة في هذا التطبيق؟ والله وجدنا أنه في تفاعل كبير من جميع الناس في تنزيل التطبيق وفي إرسال تلاواتهم، وهذا التفاعل ليس فقط من داخل السعودية بل كذلك من خارج السعودية. التطبيق يعني بفضل الله عز وجل تنزيله وصل لأكثر من 500 ألف ما شاء الله، المستفيدين بلغ أكثر من 500 ألف. كذلك الدول قرابة 91 دولة، طبعا المملكة العربية السعودية في مقدمتها. نعم. ثم بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ثم المملكة المتحدة، ثم بعد ذلك من أوائل الدول العربية تعتبر دولة فلسطين. تعتبر الدول المتقدمة في عدد التلاوات المرسلة للتطبيق. طبعا هذه ابرز الاشياء اللي يعني. طبعا عندكم انتم قياس تقريبا بالساعه او باليوم عدد المراسلات التي تاتي اليكم؟ هو متوسط اللي جينا خلال الفتره الاخيره صار 400 تلاوه. 400 تلاوه؟ من 400 الى 500 تلاوه. يزيد في الايام اللي يعني الايام اللي يكون مثلا موسم رمضان وكذا تزيد. تقريبا موسم رمضان السنه الماضيه كيف كان تفاعل الناس مع التطبيق؟ والله يعني بفضل الله عز وجل كان في رمضان التحميلات لحالها يعني فاق 30,000 تحميله. ما شاء الله تبارك الله. رمضان فقط لحاله. يعني هذا توقع أن أعطاكم دافعية للاهتمام في رمضان القادم. يعني إيش كانت إيش هي جاهزيتكم للموسم القريب اللي بعد أسبوع إن شاء الله، وإيش تتوقع من إقبال الناس على هذا التطبيق؟ والله بفضل الله عز وجل يعني إحنا معدين إنه نزل إصدار ثاني من التطبيق. الإصدار الثاني هذا يعني كان يعني وقتناه ليكون في شهر رمضان المبارك لهذا العام، وهذا التطبيق يعني من مسماه هو الإصدار الثاني، وبالتالي يعني اختلف في افكار وهناك اضافات كثيره في هذا التطبيق. نسعى باذن الله عز وجل ان يكون في موسم رمضان يكون في اقبال المسلمين في على هذا التطبيق، خاصه نحن يعني ادخلنا يعني اضافات كثيره في التطبيق بحيث انه يستفيد من اكبر عدد من المسلمين. اتوقع انه في مشكله كانت سابقه للتطبيق الاول انه هو كان ثقيل على الجهاز، ويمكن كان سبب انه مجموعه من جماهير هذا التطبيق انها بعدت عن هذا التطبيق لثقله على الجهاز. هل هذه المشكلة تلافيتوها في التطبيق الجديد؟ الحمد لله يعني بفضل الله عز وجل الإصدار الثاني حيكون حجمه أقل من 15 إلى 14 ميجا بايت. ما شاء الله. طبعا التطبيق في السابق كان تجاوز 100، يعني 100 ميجا بايت، وهذا كان إشكالية عند تشكل عند بعض الناس. أضف إلى ذلك أنه كان التحميل والحفظ التلاوة يكون داخل الجهاز،
وهذا يأثر على ماذا؟ على الساحة الثالثة ومساحة نعم. الذاكرة، وبالتالي يعني بعض الناس ينفر من التطبيق واضطر انه يحذفه. وبعض الناس سبحان الله كان يحافظ على التلاوات، وصل يعني احدهم ارسل تلاوة، يعني ارسل صورة لجهازه انه وصل عدد التلاوات اللي ارسل اكثر من 3000 تلاوة. ما شاء الله. طبعا هذا الرجل ارسل لنا بشر انه ختم القرآن. ما شاء الله تبارك الله، ختم القرآن. ختم القرآن عن طريق التطبيق. طبعا لما تقول واحد ختم القرآن عن طريق التطبيق معناه انه ارسل تلاوة وجاء رد، وارسل مرة ثانية تلاوة وحصل تصحيح وارسلها مرة اخرى. عادة عادة القراءة والرد يعني يتم في كم؟ في يوم؟ في اقل؟ في اكثر؟ والله اذا كانت ارسال التلاوة في وقت الذروة اللي هو من الساعة 8 صباحا الى الساعة 8 مساء او الى الساعة 12 يعني معنا صح، ممكن يعني تكون الى 15 دقيقة تقريبا ياتي الرد. في اقل من هذا ما شاء الله تبارك. لكن بعض الناس سبحان الله، هو المشكلة مش هنا، المشكلة بعض الناس هو يعني ينتقد التطبيق. طبعا المشكلة في نفس الشخص، قد يكون عنده إشكاليات متعلقة بعدم وجود الشبكة. هو يرسل تلاوة في ظنه أن رسالة التلاوة وصلت، لكن في الواقع هو ما عنده شبكة. طب هو كيف يعرف؟ هو يجي رسالة في آلية تجي في رسالة مفترض يجي له تم الإرسال. وأحيانا العكس، هو أرسل التلاوة صحيح لكن ما عنده شبكة حتى تجيله الرد. يعني صح خارج التلاوة ما عنده شبكة يأتي الرد، فينتظر يوم يومين، بعد يومين مثلا أو كذا، أو يوم وقت ما يعني يكون في شبكة يأتي الرد، يقول والله الشباب هناك تأخروا يعني يومين عشان يجيني الرد. لا طيب توفر الشبكة، وفر إمكانات. لكن هو العادة أنه في وقت الذروة من الساعة 8 للساعة 12 الليل يكون الرد تقريبا في فترة لا تتجاوز الربع ساعة. نعم، بشرط أنه يكون شبكة، بشرط عنده شبكة. لكن إذا ما عنده شبكة ما نستطيع. طيب من حيث الخدمات اللي تقدمها أو اللي يقدمها هذا التطبيق، هل فقط الخدمة اللي يقدمها هذا التطبيق أنك أنت تقرأ وترسل وتستقبل تصحيح التلاوة، ولا في خدمات أخرى؟ الأصل طبعا التطبيق هو عبارة عن يوجد فيه مصحف، المصحف هذه يستطيع يعني مش شرط انك ترسل تلاوة، ممكن تستفيد من المصحف وتقرأ القرآن الكريم من خلال التطبيق. ممكن انك تحفظ ابنائك من خلال التطبيق، من خلال ميزة التكرار، فهناك تكرار على مستوى الآية على مستوى السورة، فهذه كل امتيازات موجودة في التطبيق. وإذا أحببت انك تقرأ آية وترسلها فهذا جيد، لكن احنا ما نشترط ختم القرآن. يعني هؤلاء اللي اجتهدوا ختموا القرآن هذا يعني اجتهاد منهم. نعم، ولكن هو الاصل في التطبيق انه جاء اللي يخدم في الاصل سوره الفاتحه، حتى اذا نزلت التطبيق دائما تجيك تنويه يقول لك يعني يحفزك ان تقرا سوره الفاتحه اولا ثم تقرا ما تشاء. جميل. ثم بعد ذلك الاصل كذلك انك اذا احببت انك تحسن ايه ولو كلمه واحده، سجل هذه الكلمه وارسلها. يعني مو شرط تقرا القران كاملا، اقرا مع نفسك. إذا وصلت عند آية لا تحسن تلاوتها، أو أنت شاك هل أنت قرأتها قراءة صحيحة أو قراءة خاطئة، ما عليك إلا أن تسجل هذه التلاوة وارسلها للمعلمين. يعني هذا هو الهدف من التطبيق، هذا هو الهدف الأساسي من التطبيق، تصحيح الكلمات الشائكة، الكلمات التي قد تخطئ فيها ولا تنتبه لها. هو الميزة طبعا كل التطبيقات القرآنية صارت كثيرة الآن. نعم. وهذا نعمة الحمد لله. لكن ما الذي يميز تطبيق الواصح؟ هو تصحيح تلاوة القرآن الكريم. يعني أغلب التطبيقات يقول لك تعلم القرآن، احفظ القرآن، لكن في الواقع هو عبارة عن تعليم ذاتي. نعم. في تطبيق الواصح لا، أنت الآن تستطيع تتعلم تفاعليا بالصوت، ترسل صوتك للمعلم يأتيك الرد من المعلم. وهذه ميزة تنافسية، ميزة يعني ميزة تطبيق الواصح عن بقية التطبيقات. التطبيق ما شاء الله تبارك الله حصل على جائزة السباعي، لو تعطينا كذا إلماحة وقصة هذا النجاح الذي حققه هذا التطبيق. طبعا جائزة السباعي تميز في دورتها الثانية، حصل تطبيق الواصح على الجائزة مناصفة مع وصول الدعوي، مركز وصول الدعوي. طبعا آلية التقييم في هذه المسابقة وهذه الجائزة تقوم على أسلوب رادار، وبفضل الله عز وجل كان التطبيق في بنائه ومراحل تكوينه كاملة يعني كانت تتوافق مع أسلوب رادار. جميل. اللي كان على التقييم، والحمد لله حصل على تقييم عالي واجتاز المرحلة. ما شاء الله تبارك الله، مبارك عليكم هذا النجاح وإن شاء الله نجاحات أخرى. لكن ذكرت أنه إن شاء الله في 1 رمضان ستكون انطلاقة الإصدار الثاني من تطبيق تلوها صح. لو عرفتنا إيش اللي يفرق الإصدار الثاني عن الإصدار الأول، ما الذي أضفتموه في الإصدار الثاني، إيش اللي حفزني أني أنا أنزل التطبيق في بداية رمضان؟ طبعا هنا يعني حاولنا نهتم بالجوانب اللي تميز بها التطبيق عن غيره. فلمسنا أنه عندنا موضوع التعليم زي ما ذكرت، هو تعليم التلاوة وتصحيح تلاوة القرآن الكريم، وجانب آخر هو جانب الخدمة. بعدها نحسن في هذه الجانبين بصورة كبيرة جدا. طبعا هذه الجانب استدعى انه التحسينات ما صارت تحسينات تطويرات عاديه،
لو كانت تطويرات عادية كان عبارة عن تحديث فقط، لكن أدخلنا بعض الأفكار الجديدة استدعى أن يكون هذا عبارة عن إصدار ثاني للتطبيق وتطبيق الوصح. إيش الفرق بين الإصدار الأول والثاني؟ لعلنا إحنا لو أخذنا تصور عن اللي ذكرته في الأساسين هو التعليم والخدمة. في تعليم القرآن الكريم أضفنا إضافة، وإحنا حاولنا نحاكي التعليم الواقع في الحلقات عند الشيخ. الآن لما تروح عند الشيخ كيف تتعلم القرآن؟ طبعا تحسن تلاوة، ما هوش تحفظ. أيوة، ليس حفظا. أحجلس بين الدو، نعم، أفتح المصحف. أحسنت. حقرأ الاسم. بعض المعلمين يقول لك هات معك مرسام وهات معك مصحف لك. نعم صحيح، هات المصحف لك، مصحف خاص فيك حتى تأشر وتعدل أخطائك. طبعا هذه الصورة اللي ذكرتها الآن سوف نحاكيها بإذن الله، سوف نحاكيها إلكترونيا. جميل، حيكون لكل طالب هذا مصحفه. الطالب حيرسل التلاوة كالمعتاد في مثل الإصدار الأول. اللي حيضاف له انه اذا لما يجي يرسل تلاوته حيحدد المعلم اللي يحتاجه، يعني حيكون عنده افضليه لمعلم معين. لا اقول والله انا ابغى هذا المعلم، انا شفت اسلوبه جيد وكذا فيفضل هذا المعلم. يعني بامكانه ان يحدد من هو المعلم الذي يستمر معه. نعم. جميل. وكذلك حيكون المصحف يتوافق مع روايته اذا كان هو روايه حفص او روايه ورش. جميل. اضف الى هذا اذا كان ايش نوع الرد اللي تحتاج احنا نرد عليك، يعني كان عندنا اشكاليه في الاصدار الاول وكان ينقم علينا بعض الناس فيقول لك معلم ما احسن تلاوه، ما صحيح للشيخ. طبعا عندنا الناس على صنفين، بعضهم يبغى رد بسيط وبعض الاخر يبغى يرد اسهاب في الرد وكذا ويكون في توضيح اكثر. الاول يعني بعض المعلمين يعني احنا في الاصل احنا نتعامل مع هؤلاء ان في مراتب معينه واسس معينه يقوم على التصحيح، يعني يهتم اولا باللحن الجلي ثم اللحن الخفي. بعض الطلاب يكون لحن جلي وخفي ممتاز، ما عنده لا لحن جلي ولا خفي، فيقول الشيخ ممتاز بارك الله فيك واصل واستمر في التلاوه. فهو الطالب في هذه اللحظة يعني ينتظر من الشيخ أنه يذكر له بعض الأخطاء في اللحن الخفي جدا، يعني كانك تقرأ إجازة على الشيخ. فيبدأ ينقم الشيخ، ما أنا كان عندي مشكلة في التفخيم والترقيق في تطبيق. وهذا مدور التطبيق. أي في الإصدار الثاني. حبينا نحن نذكر، طبعا أنت يا طالب يا مستفيد ماذا تريد؟ هل تريد أن يكون هذا الرد رد لشخص مبتدئ ولا شخص متقدم؟ فهو حدده من البداية. جميل. حدد أنه والله أنا أريد أن يكون رد مبتدئ، أنا رجل أحسن لا أفقه التجويد. جميل. لا تستخدم لغة غير مفهومة أو لغة أهل التجويد. جميل. أنا رجل بسيط، صحيح بأسلوب التلقين، إيش الخطأ وما هو الصواب؟ يا سلام. هذا الأسلوب طبعا بعد ذلك إذا هو حدد التلاوة أرسلها للمعلم، المعلم حتأتي إليه التلاوة معها المصحف نفس الصفحة اللي قرأ فيها. جميل. وسوف يحدد المعلم الخطأ داخل هذا المصحف. ما شاء الله تبارك الله. على شكل دوائر، الدائرة الأولى مثلا إذا قرأ مثلا الحمد، قرأ مثلا بالكسر الحمدي أو الحمد وما وضح الضمة، فهو تأتي دار على هذه الكلمة. جميل. ويضاف لها الصوت. جميل. يعني جميل. الصوت حيضاف على نفس الخطأ. تخيل أن هذا الطالب مثلا قرأ 3 أسطر وأخطأ 4 أخطاء، تأتي رد ترى عندك أنت 4 ملاحظات ويأتي للطالب وكل خطأ موضح فين مكانه. الميزة اللي أضف لها هذه أنه إذا وصل للطالب حيقول ترى مستواك في التجويد كذا، ويعطيه رابط إثرائي. الرابط إثرائي عبارة عن مقطع. جميل. يوتيوب محمد في قناة الجمعية، قناة اليوتيوب للجمعية، يشرح له هذه الأخطاء. إذا كان مثلا لو فرضنا الرجل هذا وهذا المستفيد كان له أخطاء في الرآت، في أحكام الرآت، فالمعلم مجرد يعني يرسل له رابط إثرائي عن شرح إيش هذا الدرس أو هذا هذا الخطأ، وبالتالي حيستفيد أكثر. جميل. هنا لو تلاحظ ركزنا على ماذا؟ على التعليم. التعليم نعم. هو كان إشكالية عندنا وهو هذه الميزة اللي عندنا. يا سلام. طبعا إذا وصل عند الطالب في حاجة يسموها ملاحظات. الملاحظات هذه يعني مو شرط بكل تلاوه يفتحها ويشوف اخطاء الدوائر، لا، في ميزه مجرد ما يضغط على المكان هذا ملاحظه بس اي يظهر له هذه الاخطاء. جميل. ثم بعد ذلك ما يحتاج يشوف الدوائر مزعجه فيضغط على مره ثانيه تروح هذه الاخطاء. يا سلام. كذلك مو شرط ترسل تلاوه لمعلميه الوصح. ها. لا مو شرط، ممكن انت تكون عند شيخ، ممكن في معلمك في الحلقه، ممكن معلم في مدرسه. جميل. تقول له يا شيخ ترى عندنا ميزه الان انك تضيف انت كذلك التلاوه في الدائره هذه موجوده عند المستخدم، يضيف هذه التلاوة ويقول له يا شيخ ترى أنا ما أحسن تلاوة هذه الكلمة، ممكن تقرأ لي هي، يقرأها ويعدلها ويسجلها ويرجع البيت يسمعها كل مرة ويكرر معها. وكأنه مصحف يعني في جوال. نعم. هذا المصحف هو مصحف التعليم اللي عليه التأشير وعليه التعديل وعليه كل حاجة. فهن حاول نحاكي هذا الشيء. جميل جميل جدا. طيب أنا بس أنا استغربت من حاجة، قلت مصحف حفص ورش، أنتوا تقدموا خدمات لمن يقرأ بغير قراءة حفص؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله. احنا حاولنا ان في حتى في الاصدار الثاني باذن الله عز وجل احنا يعني نغطي او نستهدف التلاوات المشهوره. جميل. التلاوات المشهوره حفص عن عاصم، حفص الدوري،
قراءة ورش، قراءة نافع. جميل. فهذا أغلب أكثر التلاوات يعني انتشارا في الوطن العربي أو في المجتمعات الإسلامية، وحاولنا بإذن الله عز وجل أن تكون موجودة. لكن بالنسبة للمصحف فقط موجود ورش وحفص. طيب أنا ضاق علي الوقت، لكن أتوقع أنه هذا التطبيق فيه كنز كبير، ونحن نقول إن شاء الله يعني من حسن الأقدار أنه نحن استضفناكم قبل رمضان بأسبوع، بحيث نحفز كل من يشاهدنا أن يستقبل رمضان بهذا التطبيق، وإن شاء الله يكون تطبيق خير عليه في التعليم وفي التدريس وفي تصحيح التلاوة. نحن نشكرك أستاذ بندر عبد النعمان، حياك الله أستاذ عبدو. مشاهدينا الكرام، كنا معكم في تطبيق اتلوها صح مع الأستاذ عبد النعمان مشرف تطبيق اتلوها صح، وهذا التطبيق هو من أحد البرامج والمشاريع التي تقدمها جمعية خيركم. ما زالت فقراتنا مستمرة بعد الفاصل.